الله معكم اليوم، ومن ضمن سلسلة تأنس ليؤلهنا رح يكون موضوعنا هو بشرى الخلاص. بشرى الخلاص اللي بلشت بعد سقوط آدم وحواء مباشرة، يوم ما قال الرب الإله للشيطان المتمثل بالحي إنه الخلاص رح يجي من نسل المرأة. فبيقول بهداك الوقت إنه أضع عداوة بينك وبين نسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه، بالإشارة إلى الرب يسوع المسيح المخلص اللي رح يسمر على الصليب، ولكن بنفس الوقت هو رح يكون خلاص لكل البشرية، لأنه سيحمل إثم جميعنا ويطهرنا بصليبه وبدمه المسفوك على الصليب. إذن يا أحبة، هذا الخلاص ابتدأ من هداك الوقت، والإنسان عم ينتظر هذا المخلص. نبوءات كثيرة حكيت عن الخلاص، من نذكر من أهمها نبوءة أشعياء النبي اللي قال: ها إن العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى عمانوئيل، وبفسرها متى بإنجيله أي عمانوئيل الله معنا. الله كان دايما معنا، كان دايما عم يفتقد شعبه، كان دايما عم بيكون مرافقهم، مرافق إبراهيم بخروجه من أرضه ومن بين شعبه للتفتيش عن أرض الميعاد، رافق الشعب اللي خرج مع موسى من أرض العبودية مصر إلى أرض الخلاص. أيضا يا أحبة، من تابع لنوصل لعند ملء الزمان. لما حان ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس لننال التبني، هيك بيقول بولس الرسول. هيدي إشارة إلى بشارة الرب يسوع المسيح أو بشارة الملاك لمريم العذراء بتجسد الكلمة في أحشائها وبولادة الله من العذراء مريم، الله الإبن اللي رح يولد من أحشاء مريم البتول. إذن يا أحبة، أيضا الخلاص اللي كان موعود وصل إلى هذه النقطة، نقطة بشارة مريم العذراء، واللي بعدها صار كتير أمور. أعظم هذه الأمور كان ميلاد ربنا ومخلصنا يسوع المسيح بالجسد. هذا الميلاد العجيب اللي كان في مغارة في بيت لحم اليهودية، تطبيقاً للنبوءات. وهذا الميلاد صار فيه هيك كتير شخصيات عاينت هذا الميلاد، ميلاد الكلمة المتجسد. من بين هالشخصيات كان الرعاة، الرعاة اللي هن أول من سجد إلى الرب يسوع المسيح بعد مريم ويوسف. ليش الرعاة؟ لنقاوة قلبهم، لطهارة حياتهم، لأنهم كانوا عايشين الهدوئية وكانوا عايشين الوحدة. والرب يسوع المسيح لما بده يستعلن بده يكون الإناء اللي بده يشوفه أو الإناء اللي بده يحويه بده يكون جاهز طاهر ونقي. أيضاً لأنه الرب يسوع المسيح بريد الإشارة على أنه هو الراعي الحقيقي لشعبه، منشان هيك كان السجود الأول لإله من الرعاة. بالانتقال للمجوس، المجوس اللي هني صحيح بعيونهم الطبيعية كانوا عم بيشوفوا طفل مولود وموضوع بمزود، إنما بأذهانهم العقلية كانوا عم بيشوفوا الرب المتجسد، الكلمة المتجسد. وقادهم إلى هذه المعرفة ليس فقط علم، اللي قادهم هو ملاك الرب اللي كان عم يرافقهم برحلتهم هذه إلى السجود للملك الموجود في المزود. بالنسبة لنا يا أحبة، الخليقة كلها كانت عم تسجد للرب يسوع المسيح، فالمغارة كانت كمان من الساجدين، المزود، السماء، كانت كل دلالات على السجود للرب يسوع المسيح. حتى نقدر نحن نسجد أيضا للرب المتجسد لازم نكون أنقياء، لازم نكون طهرين، لازم نحضر حالنا لحتى نعرف أنه ربنا ما بيتركنا، ربنا عطول عم يفتقدنا، بس نحن كمان لازم نكون مستعدين لهذا الافتقاد، ولازم نكون مستعدين لهذا الخلاص. والله معكم.
Oh.